قالت الأميرة ريما بنت بندر خلال حديثها في مبادرة مستقبل الاستثمار. قالت إن هناك خطط إلى تطوير منطقة عسير جنوب السعودية وتهيئتها لتكون وجهة للرياضات الجبلية في إطار جغرافيا الرياضة، وأشارت إلى التطلع الشامل لهذا المشروع من وجهة نظر عالمية واستقطاب شركات عالمية لتطوير هذا المشروع أيضا. أحد أبرز المشاريع الجديدة هي في إطار جغرافيا الرياضة. سنقوم بطرح هذا المشروع في عسير، وهي إحدى خمس مناطق في السعودية تتواجد فيها الجبال والصحراء والساحل. لذلك نريد أن نبحث عن أنواع الرياضات التي قد تمارس هناك. ما هي البنى التحتية التي يجب بناؤها لاستيعاب هذه الرياضات التي تتراوح بين رياضات النخبة المحترفة وكذلك رياضات الهواة؟ لكن ننظر إلى المشروع أيضا من وجهة نظر عالمية، فقد وقعنا اتفاقيات مع عدة سفارات مثل نيوزيلندا واليابان وغيرها لنتعرف على معاهد التدريب والشركات القائمة التي بإمكانها المشاركة في الاستثمار أو حتى تثقيف المجتمع. المشروع التجريبي في عسير سيشمل كذلك الغرفة التجارية ووزارة التجارة. الحكومة كانت هي القائدة لهذا المشروع ونحن جزء متواضع منه، لكن جزءا كبيرا يشمل أيضا السياحة والضيافة والترفيه. عالميا اقتصاد الرياضة يعد داعما كبيرا للناتج المحلي الإجمالي. في السعودية نحن نمثل تقريبا 0.1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وإن سارت الأمور كما خططنا لها سيكون هناك أثر كبير، وستصل مساهمة القطاع إلى 0.8% بحلول 2030، وأعتقد أن ذلك سيكون واقعا بالفعل.